أحسن الله إليكم. أسئلة متقاربة المعنى، يقول: هل يجوز للخاطب أن يجلس إلى من يريد خطبتها هو وأمه والمخطوبة فقط؟ والثاني يقول إذا يعني الظاهر بعض العادات تمنع رؤية الخاطبة، يقول: هل يجوز لي أن أمر من يصورها بالكاميرا وأنظر إلى الصورة؟ والثالث يقول: هل يجوز لي أن أتكلم معها لأن الرؤية وحدها لا تكفيني، لا بد من سماع صوتها وكذا؟ طيب. المسألة الأولى كونه يقتصر على حضور أمه وأمها دون حضور الرجل أو دون حضور محرم، لا أرى هذا، وهذا لا ينبغي، لأنه ليس محرما لأمها بعد، ليس محرما لها ولا لأمها بعد، فينبغي حضور المحرم أو الولي عند النظر، هذا هو الذي ينبغي. ولا بأس أن تحضر أمه معه متسترة أمام الرجل الذي يكون هو ولي المرأة. إن حضرت أمه عليها أن تكون متسترة تماما غير متبذلة. والمسألة الثالثة وهي مسألة التصوير وتبادل الصور بين الخاطبين، هذا لا يجوز، بل إن هذا يحدث فتنا عظيمة، وهو أمر خطير لعدة أمور. الأمر الأول تحريم التصوير مطلقا إلا لضرورة، ولا ضرورة هنا تحريم التصوير ولا ضرورة لذلك. ثانيا لما يفضي إليه من المصائب عند انتشار الصور، وقد وجد شيء من ذلك وأدت إلى فتن عظيمة. والأمر الثالث أن هذا تعطيل لرخصة شرعية، وهي النظر إلى المخطوبة، فهذا تعطيل لهذا الحكم الشرعي، والاكتفاء بالصور غير مناسب البتة وغير جائز. المسألة الثانية ما هي؟ المنطق، سماع المنطق. اي نعم، كونها يعني تتكلم لا بأس، تتكلم باحتشام كأن يجعلها تقرأ شيئا من القرآن أو يسألها عن شيء ويسمع صوتها بدون خلوة مع وجود محرمها، لا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. العادات التي تمنع رؤية المخطوبة. أما العادات التي تمنع رؤية المخطوبة فهي عادات جاهلية لا تجوز، ينبغي للمسلم أن يطبق الأحكام الشرعية، وللرجل أن ينظر إلى من عزم على خطبتها بالقيود التي ذكرتها، ولا ينبغي للآباء أو أولياء الأمور أن يشددوا في هذه المسألة، بل يجب عليهم أن يمتثلوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف: هلا نظرت إليها؟ حري أن يؤدم بينكما. وقال لغيره. فينبغي للمسلم أن يطبق هذه الأحكام الشرعية على نفسه دون إفراط أو تفريط، يعني لا نفرط مثل ما يفعل بعض المتوسعين الذي يجعلها تخلو به ويلقاها وتلقاه ويتصل بها وتتصل به، هذا محرم. ولا نكون أيضا جامدين بحيث نمنع الرؤية الشرعية التي رخص الله سبحانه وتعالى فيها وحث عليها رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: فإنه حري أن يؤدم بينكما. فينبغي المسلمين أن يتقيدوا بالسنة، فإن السنة هي طريق الجنة وطريق الفوز برضا الله سبحانه وتعالى، وطريق استمرار الزوجية إذا بنيت على هذه الأسس الشرعية. نعم.